ماشي كلام حد خالص. يا علاء لما واحد هداف الدوري، وعلى فكره من اللعيبه النادره اللي بيروح من اقصر طريق للجول وبعدين يمين وشمال. لازم مستر كيروش يعرف ان في ناس بتفهم في الكوره وتعرف تنتقد ازاي طبعاً. للصالح العام طبعاً. مش مجرد انتقاد تمشي اقعد لا حتى لما ينزل ببلاش. بص يا مهيب يعني فايق هو اتفضل يا كابتن. اختياراته من الاول خالص هو محمد شريف مش في الحسبان ولا قفشه لما استبعد محمد مجدي. طب وده ينفع؟ لا ما طب ثانيه واحده انت عندك كام هداف؟ ثانيه واحده هو ما ينفعش نخش طارق حامد. اذا كنا هنتكلم كوره بقى طارق حامد لازم موجود في المنتخب وقفشه ومحمد مجدي انت استبعدت دول ورحت راجع في تجمع بعدين. عارف استبعدهم ليه؟ محمد شريف عارف استبعدهم ليه؟ ليه؟ هو مش وقته بس هي القافيه حكم خلاص ما لانهم نجوم ما تبصليش دلوقتي هي لا هي قناعاته هو يعني مش كويس هو بص يا بص يا مي بص هو إيه؟ هو شناوي مش نجم لا 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 هو لا محمد صلاح مش لا نجم لا انا مش عارف هو شناوي لا 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 ما تقدرش حتى تانية يعني هو ممكن يفكر ما يخش شناوي مش وقته الموضوع مش وقته بس هي القافيه حكم انت قلت عليا ما يهوب ده هداف الدوري طب حلو ده الراجل على العالم على العالم تمن على العالم على العالم على العالم و 49 على العالم يعني هي في حاجات عليها هداف الدوري المصري في حاجات لا تعقل انا من رايي محمد شريف يعني غريبه جدا هناك الكثير من الكواليس عندي انا شخصيا بعد البطولة هو فعلا مش وقته دلوقتي مش وقته خالص هنتكلم ورا منتخب مصر لكن وقته نتكلم على محمد شريف طبعا لان هو لاعب في المنتخب المصري ولازم نرفع من معنوياته انت لعيب كبير يا محمد أوي يا شريف لعيب كبير قوي انت راجل محترم انت راجل تستحق التحيه والتقدير للموقف اللي تعرضت ليه لانه لا يليق بقيمه محمد شريف واحد من الهداف الكبار في مصر وفي افريقيا وعلى مستوى العالم ومش انا اللي بقول كده يا شريف دي الاحصائيات هي اللي بتقول ان انت الثامن على العرب وال49 على العالم اتفضل هل ممكن ده يبقى دافع لشريف بعد كده دافع ايه يا كابتن اكمل اكمل شريف يضيع يضيع يقع اكمل مش بتسمعوا للاخر ولا اتفضل يا كابتن احنا اسفين يا كابتن يبقى دافع لشريف ولا دوت يبقى مشكله لشريف حط نفسك مكانه وتعمل ايه لا حط انت نفسك مكانه لا حموت نفسي واقول له انك انت ما بتفهمش في الكوره وانا افضل مهاجم في مصر بس هيحصل جديد لا مش هيحصل. بص 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 على كابتن القناعات هو راجل عميق جدا يا كابتن انا اشتغلت مع اجانب الاجانب الانطباع الاولي ده اللي بياخده وانسى طيب. بعد ندي كده ندي كلمه تحفيزيه للشريف عشان نقفل الموضوع ده شريف من احسن اللعيبه والموقف اللي عمله مع امبارح وكان ده رد فعل اللعيبه اللي حواليه كلهم بيواسوه وانا بقول بيواسوه ودي الروح اللي احنا لو عايزين. لو انا لا يمكن اقبل ده على نفسي موقف رجولي منه موقف يحسب لي وليس عليه يحسب لي طيب طبعا.